كابتن حسام معلش ثانية واحدة معانا نروح للمهندس فرج عامر. يا باشمهندس يعني اعتقد كلام محترم من الكابتن عصام. لا ما الكابتن عصام مش مجرد بيتكلم، هو عمل تجربة مثالية. هو عمل تجربة من أنجح الفترات أو أنجح فترة على مدار عمرنا، مع الاحترام لجميع الناس في إدارة اتحاد كرة القدم، كان الكابتن عصام عبد المنعم. ونتج عنها إن هو الفوز مصر بالثلاث بطولات اللي ورا ما يعني عارف ياخد قرار صعب في وقت صعب. اللي وضع الاسس دي كلها واللي عمل المنظومه الرياضيه واللي ما حدش ابدا اشتكى ولا اعترض على اي قرار، وكان في عداله تامه بين كل الناس، وكانت كل الناس في مساواه، وكان ما فيش حد بيقدر يتخطى الحدود او يتجاوز. كانت فتره اللي كان الكابتن عصام عبد المنعم اتحاد كره القدم. طب احنا ازاي نشوف الكابتن عصام يعني موجود يا باشمهندس فرج خلال او غيره يعني اي اسم يعني، لكن يحصل فتره انتقاليه. الفتره الانتقاليه دي مدتها سنه، يكون في لها اداره تديرها لغايه ما تتعمل الانتخابات. فانا لو انا شخصيا كراجل نائب عن الشعب المصري بثقه تامه ومن ضوء خبرتي وتجاربي وتجردي وليس لي مصلحه، ارشح الكابتن عصام عبد المنعم ان يقود هذه الفتره. كابتن عصام ايه راي حضرتك برضو في الكلام ده تاني؟ يعني كلام مهم جدا من يعني رئيس لجنه الشباب والرياضه لمده 3 سنين، هو دلوقتي طبعا ساب لجنه الشباب والرياضه، ولكن رئيس للجنه الشباب والرياضه لمده 3 سنين وله دور كبير ومهم في البرلمان. طبعا يعني احنا كلنا عارفين ان احنا في نظام ديمقراطي، وان السلطه التشريعيه اللي هي مجلس الشعب هي السلطه الاعلى، هي اللي بتجيب الحكومه، مش الحكومه اللي هي بتجيب الحكومه، يعني هي بتجيب السلطه التنفيذيه. نعم. اي اداره في مجال الرياضه او في اي مجال اخر، اي اداره تنفيذيه اللي بيجيبها السلطه التشريعيه اللي هي بتمثل الشعب. يعني طبعا ده اولا رايي طبعا الباشمهندس فرج حاجه تشرفني، وهم يقدروا كسلطه تشريعيه يفرضوا على السلطه التنفيذيه ما يرون في مصلحه البلد يعني. طب باشمهندس هو يعني القانون ما بيقولش كده، القانون بيقول ان المدير التنفيذي هو اللي يبقى قائم باعمال رئيس الاتحاد لحين اجراء انتخابات اخرى، فكيف يمكن نتغلب على هذا الامر؟ انا طبعا بحترم القانون وبلتزم بالقانون، بحترم لوائح الفيفا والى اخر هذا الكلام. نعم. حضرتك سالتني مين اللي قادر على ذلك؟ قلت لحضرتك اللي قادر على ذلك واللي احنا شفناه قدام عينينا بتجربه حقيقيه واضحه كان الكابتن عصام عبد المنعم. ما احنا عايزين ننجح بالكابتن عصام عبد المنعم، بس ازاي؟ دي بقى كان الاستاذ رضوان الزياتي مقترح. بالظبط، كان معايا امبارح جابها للانقاذ. هو الكابتن رضوان الزياتي كان مقترح تشكيل حاجه اسمها جبهه انقاذ كره القدم. نعم. وانا لما كلمته لقيت ان انا متوافق معاه، هو رايه من غير ما اقول له، وانا من غير يعني هو من غير ما يقول لي وانا من غير ما اقول له، كنا متفقين ان الكابتن عصام عبد المنعم هو الشخصيه الانسب لهذا الكلام. ولعلمك ده مش رايي ولا رايه بس. نعم. رأي الغالبية العظمى من الشرفاء الذين طبعا يرغبوا في إصلاح كرة القدم بحيادية تامة، ولكوننا نواب عن الشعب المصري. بص أنا بقول لك والله العظيم ثلاثة قسما بالله. نعم. بحيادية تامة. شو بقول لسيادتك، الناس بتقول على هذا الرجل لأن شافته قدام عينيها بيعمل حاجة عادلة، وكانت الناس كلها مبسوطة، كانش فيه كلام ولا كان فيه اي حاجه خالص. انا بشكرك جدا يا باشمهندس فرج، شكرا جزيلا. المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحه وعضو مجلس النواب. كابتن عصام يعني كل المطالبات بتتكلم على اسم حضرتك ان تكون او تقود الفتره القادمه. اول حاجه حضرتك هتعملها واول سؤال انا عايز اساله لحضرتك، في حد اتكلم مع حضرتك في حاجه تخص هذا الموضوع ولا لا؟ لا ما يعني انت ما لا لا بشكل رسمي اصل يعني اي حد يبقى حد ده لازم يبقى الوزير مثلا او يبقى حد مسؤول. ما حصلش حد مسؤول كلم حضرتك بهذا الشكل؟ لا لسه ما حصلش حاجه تخص هذا الموضوع. طب كابتن عصام يعني
ويمكن انا شاهد على التجربه، انا واحد من الناس اللي شاهدوا تجربه الكابتن عصام عبد المنعم، التجربه الناجحه جدا الفتره اللي كنت حضرتك فيها. طب فكرت في حاجه يا كابتن عصام لو قدر ليك ان تكون او تقود الفتره القادمه للرياضه المصريه او كره القدم المصريه؟ لانها صعبه جدا الفتره القادمه، هتبقى صعبه جدا. هل فكرت في حاجه يعني يا كابتن عصام ولا لسه؟ يعني لا، الاتصال مش سامع الحقيقه كويس. الو؟ ايوه حضرتك كده سامعني يا كابتن عصام؟ يعني بحاول بتحاول؟ طيب. لا في يعني في تشويش علينا في طيب يا جماعه حاولوا نتصل بكابتن عصام معلش مره ثانيه. يا هشام حاولوا تتصلوا لنا بالكابتن عصام مره ثانيه عشان نعرف نتكلم معاه لو سمحتوا. طبعا زي ما حضراتكم شفتوا كان معانا